والآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة في يومها 81 بعد 100. نستهل الجولة من صحيفة واشنطن بوست التي نشرت مقالا تحت عنوان بايدن يوبخ إسرائيل بعد مقتل عمال إغاثة أجانب، لكن سياسته في غزة لم تتغير. وقالت الصحيفة إنه مع تصاعد الغضب بسبب القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 7 عمال من منظمة وولد سنترال كيتشن، أصدر الرئيس بايدن توبيخا مباشرا نادرا لإسرائيل، ملوحا بأن إسرائيل أسهمت في تعقيد وتأزيم الأوضاع، ما أدى إلى جعل توزيع المساعدات داخل القطاع أمرا صعبا للغاية ومميتا. ورغم ذلك أكدت الصحيفة أنه ليس هناك مؤشرات من أن الحادثة ستؤدي إلى أي تغييرات مهمة في دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، وتمثل إدانة بايدن الحادة أحدث مثال على ما يقول خبراء وبعض مسؤولي بايدن إنه نهج متناقض بشكل متزايد تجاه الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 6 أشهر على غزة. فبالنسبة لبعض المحللين أدت هذه التناقضات الظاهرة للإدارة الأمريكية إلى سياسة مربكة بشكل متزايد، حيث يكثف بايدن خطابه لكنه لا يفعل الكثير للضغط على إسرائيل لتغيير نهجها. ويقول عدد متزايد من الديمقراطيين إنه يجب على واشنطن أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، أو على الأقل فرض شروط عليها. وجاءت افتتاحية صحيفة هارتس لهذا اليوم تحت عنوان على إسرائيل أن تضع حدا لحربها على غزة الآن. قالت الصحيفة إن حادثة مقتل 7 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة وولد سنترال كيتشن في غارة جوية إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع لا يمكن أن تنتهي بتحقيق شامل وشفاف فقط يجريه الجيش الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن اعتذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي وصفته بالفاتر، وأن تبريره بأن هذا يحدث في الحرب وأن حكومته تجري تحقيقا شاملا ليس كافيا، وعليها أن تنهي حربها في قطاع غزة الآن. وشددت الصحيفة على ضرورة أن تسمح إسرائيل لمنظمات الإغاثة بما فيها تلك التابعة للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات بسلام وأمان، مضيفة أنه إذا لم تستطع إسرائيل ضمان ذلك فيتعين عليها عندئذ إسناد المهمة إلى هيئات دولية وتحديد مسارات بعينها تكون بمأمن من أي هجمات جوية أو برية. وينضم إلينا من بيروت أمين قاموريا الكاتب الصحفي. سيد أمين، يبدو أن قصة مقتل عمال أو العاملين في مجال الإغاثة الدولية ما زال له صدى في الخارج، ولكن هل يمكن أن يغير أي شيء على أرض الواقع؟ طبعا هناك صدى، لكنه صدى غير كافٍ. يعني ما قاله بايدن من توبيخ يعني لا يزال بعيد كل البعد عن حجم الجريمة التي حدثت هذه المرة. هذه جريمة فعلية ضد الإنسانية، ليست ضد فلسطينيين، ضد غربيين يعني. وإذا كان متاحا قتل الفلسطينيين، لكن هل متاح أيضا قتل الغربيين الذين يقدمون المساعدة للفلسطينيين؟ هنا بيت القصيد. وبالتالي كل ما يقوله بايدن وكل ما تفعله الإدارة الأمريكية هو لا يزال دون مستوى الجريمة التي تحصل كل يوم في الأرض الغزية. هذه التصريحات، هذه المواقف هي بمثابة ضوء أصفر وليس ضوء أحمر من أمريكا ومن المجتمع الدولي.
إذا كان من شيء لابد من فعله في هذه اللحظة بالذات هو إجراء تحقيق دولي وإدانة المتهمين وسوقهم إلى المحاكم الدولية فعلا، وعندها لن تقف فقط المسؤولية على المنفذين المباشرين، لأن هناك قرار إسرائيلي كبير بخوض هذه المعركة، وهناك دعم لهذا القرار الإسرائيلي من الخارج. طبعا بأمريكا باستطاعتها أن توقف المأساة الحاصلة، باستطاعتها أن توقف المجزرة، يكفي قرار واحد جدي بوقف إطلاق النار تحت الفصل السابع حتى تتوقف إسرائيل عن أعمالها، يكفي التلويح بوقف المساعدات العسكرية حتى تتغير كل الأمور. وكأننا أمام أزاء موقف أمريكي يعني يسمح لإسرائيل بما تفعله، لكنهم مختلفون على الشكل ليس إلا، يختلفون على الطريقة، وكأن الولايات المتحدة فعلا موافقة بالكامل، وهذا يعني لا يحتاج إلى تفسير. نعم. يعني واضح أن القيادة الأمريكية بشقيها الجمهوري والديمقراطي تؤيد تأييدا كاملا ما يقوله الإسرائيليين من عملية التخلص من قطاع غزة ومن الفلسطينيين المقاومين تحديدا في داخله. تختلف الأمور على الشكليات، تختلف الأمور على المخارج، لكن لها لا تختلف على جوهر القضية الأساسية، وهي تضحية حق الفلسطينيين بالدفاع عن قضيتهم. يريدون فلسطينيين، لكن يريدون فلسطينيين يعملون بالأجرة وبالسخرة لديهم، يريدونهم شرطة بالمجان للأمن الإسرائيلي، وليسوا مواطنين أحرار لهم حقوق وواجبات، ولهم أرض عليهم السيادة عليها وحق ممارسة حقوقهم الكاملة على هذه الأرض، إن كان في غزة أو إن كان في الضفة أو إن كان في القدس الشرقية. فبالتالي الموقف الأمريكي لا يزال دونه الكثير من علامات الاستفهام، وحد للأسف هذا الموقف هو ما يعطي إسرائيل كل الدعم الكافي لمواصلة حربها المجنونة، لمواصلة عدوانها. هارتس تحدثت أيضا عن الموضوع، ولكن ربطت بينه وبين أن يكون هناك حد لهذه الحرب على قطاع غزة، وطالبت بأن تكون دخول المساعدات بطرق آمنة وطرق أكثر سلامة حتى داخل إسرائيل. حتى بدأ هناك أصوات، رغم معرفتنا بأن هارتس لها توجهات يسارية، ولكن يعني المطالب تبدو منطقية. طبعا لأن الإنسانية تقول بأنه عندما يكون هناك جياع يجب تأمين الأكل تأمين ضرورياتهم من أجل مواصلة الحياة. وهناك جانب آخر في هذا الموضوع، وهو أن المجاعة يعني بحسب القانون الدولي أيضا المجاعة هو جريمة من جرائم الحرب، وبالتالي حتى لا تسقط بنظرهم، حتى لا تسقط إسرائيل أمام المجتمع الدولي وتتهم، لأنه ربما بلغت الأمور هذا الحد وتتهم بأنها ارتكبت جريمة كاملة الأوصاف في حق فئة من الشعب الفلسطيني يجري إبادته عمدا بتجويعه. الإبادة ليست فقط بالقتل، ليست فقط بالتدمير، الإبادة أيضا بالتجويع، الإبادة أيضا بمعاقبة النساء الحوامل، أشكال الإبادة مختلفة. فبالتالي اليوم إذا كان هناك لابد من قرار جدي في هذا الموضوع، هو ليس تأمين ممر للمساعدات الدولية من البحر، لأن الغاية من البحر هي إغلاق الطرق البرية حتى يتحكم بالمسار الداخلي الفلسطيني. الحل الحقيقي هو وقف فعلي للنار، هي وقف الحرب فعلا، ومن ثم فتح الممرات البرية. الممرات البرية أجدى بكثير، بإمكانها أن تعطي الكثير، أن تعوض الكثير مما خسره النازحون يعني الشعب الفلسطيني المنكوب في الداخل. فبالتالي هل فعلا نستطيع التوصل إلى مثل هذا القرار؟ أشك في ذلك. أعتقد أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يدير الأذن الطرشاء، والإسرائيليون أيضا بشقه اليساري واليميني، إذا كان لا يزال يوجد يسار في إسرائيل، صارت أشبه بلعبة الشرطي الجيد والشرطي السيء، أحدهم يقول كلام لطيف لكن الآخر يضرب بالعصا. وإذا دققنا النظر في استطلاعات الرأي نجد أن غالبية الشعب الإسرائيلي أو 74% من الشعب الإسرائيلي لا يزال يؤيد مواصلة حتى هذه الحرب
للنهاية إلى ما يقولون أنه النصر النهائي. فبالتالي هذه رسالة ليست فقط للفلسطينيين في غزة، إنما لكل الفلسطينيين لكي يأخذوا لكي يعتبرون بأنهم لا فرق بين فلسطيني وآخر، من هو في غزة ومن هو في الضفة ومن هو في أراضي الشتات ومن هو في أراضي الداخل، مصيرهم واحد. وبالتالي أيضا للعرب الذين يصمون آذانهم ولا يرون أن ما يحدث اليوم في القطاع تأثيراته ستكون عميقة على مجتمعاتهم، وبدأنا نلاحظ ذلك في أكثر من مكان، أقله ما يجري في المملكة الأردنية. أرجو أن تبقى معنا سيد أمين، سنواصل هذه القراءة والجولة في الصحف، ونذهب إلى صحيفة الجارديان والتي كتبت تقريرا تحت عنوان غانس يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد الاحتجاجات في إسرائيل. بحسب الصحيفة، دعا بني غانس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي إلى إجراء انتخابات عامة في سبتمبر المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب الحرب في غزة. وفي المقابل، رد حزب الليكود بزعامة نتنياهو على دعوة غانس لإجراء انتخابات مبكرة داعيا إياه إلى التوقف عن الانخراط في السياسات التافهة على حد وصفه، معتبرا أن أي انتخابات في هذه الفترة ستؤدي إلى مزيد من الانشقاق والانقسام وشل الحكومة الإسرائيلية. وأكدت الصحيفة أن نتنياهو يواجه ضغوطا من عدة جهات في الأسابيع الأخيرة، حيث يطالب الإسرائيليون بإقالة رئيس الوزراء ويعتبرون غانس معتدلا سياسيا، لكنه لا يزال غامضا فيما يخص وجهة نظري بشأن إقامة دولة فلسطينية. ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا تحت عنوان الحركة الاحتجاجية في إسرائيل تعود للظهور من جديد مع التركيز على إسقاط نتنياهو. وقالت الصحيفة إن الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في إسرائيل عادت إلى الظهور من جديد بعد توقف مفاجئ في أعقاب هجوم 7 أكتوبر وأنشطتها لعائلات المحتجزين وممارسة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن طريقة تعامله مع الحرب. وذكرت الصحيفة أن قدرة الحركة التي اجتذبت قبل الحرب 500,000 إسرائيلي إلى الشوارع أسبوعيا على حشد نفس المستوى من الدعم سيكون بمثابة اختبار لقدرتها على إسقاط حكومة نتنياهو اليمينية القومية المتطرفة وفرض انتخابات جديدة. وأوضحت الصحيفة أن الدعوة لإجراء انتخابات جديدة تعكس ما بدأت شريحة متنامية من المجتمع الإسرائيلي تقوله علنا، إنه على الرغم من الحرب المستمرة يحتاج نتنياهو إلى ترك منصبه. نعود إلى بيروت مع أمين قموريا الكاتب الصحفي. سيد أمين، المظاهرات التي هي من أطراف متعددة، منها من يعترض على سياسة نتنياهو، منها من هو ضد التعديلات القضائية اللي كانت قبل 7 أكتوبر، بالإضافة إلى أهالي المحتجزين، كل ذلك غير من خطط إسرائيل شيء؟ أبداً. يعني من قبل طوفان الأقصى كنا نسمع أن مصير نتنياهو، أن نتنياهو آيل إلى السقوط عاجلا أم آجلا، وأنه سيذهب خلف قضبان السجن. حدثت 7 أكتوبر، حدث طوفان الأقصى، وقيل أن كل الاتهامات تشير إلى التقصير الكبير الذي يتحمل مسؤوليته بنيامين نتنياهو، وبالتالي بنيامين نتنياهو سيسقط عاجلا أم آجلا وفي أسرع وقت، لكن نتنياهو استمر.
جاءت الحرب، جاءت الكوارث الاجتماعية والبشرية التي حصلت في هذه الحرب، وقال العالم أن نتنياهو تسبب بعزة إسرائيل وأنه لن يتمكن من مواصلة الحرب، من مواصلة حربه بهذه الطريقة. مع ذلك استمر نتنياهو. حدثت الاختلافات حول قضية المخطوفين، وكان هناك حركة كبيرة في الشارع. نتنياهو لا يزال مستمر، خلاف مع الإدارة الأمريكية يكاد يكون الأكبر. لا يزال نتنياهو مستمر في موقعه. 6 أشهر ونحن نسمع أن نتنياهو آيل إلى السقوط، لكنه يجد هذا الماكر، هذا الخبيث، يجد آلاف الطرق والوسائل حتى يعود مجددا إلى الساحة. من الواضح أنه لا يوجد في الداخل الإسرائيلي أي شخصية يمكن التعويل عليها المنافسة نتنياهو. حتى هذه اللحظة لا يزال ائتلافه مريع رغم دخول ساعر وخروجه. جانتس يصدق استطلاعات الرأي التي تقول أنه بات هو الأقوى في 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 الشارع الإسرائيلي، وأن نتنياهو في الحضيض. لكن خيار نتنياهو بمواصلة الحرب هو لا يزال هو خيار الشارع الإسرائيلي. اليوم إذا لم يكن هناك ممكنا إسقاط نتنياهو من داخل لكود نفسه، أعتقد من الصعوبة بمكان أن يقبل بإجراء انتخابات مبكرة، لأنه يريد مواصلة هذه الحرب حتى يحفظ رأسه، حتى يحقق شيء على الأقل يكون معتبر يحميه في المستقبل. فلذلك باعتقادي نتنياهو حتى هذه اللحظة، إذا لم تكن هناك حركة قوية في داخل الليكود، أعتقد أن هذه الحكومة مستمرة حتى فترة ليست قصيرة يعني في المستقبل. يعني وول ستريت جورنال أيضا تحدث على نفس الفكرة، فكرة الحشد في الشارع. هل الأعداد أيا ما كانت هل لا تؤثر أيضا في هذه الفكرة، فكرة طرح انتخابات مبكرة؟ يعني الأعداد، هناك نوع يعني أعداد تقول أنها تريد التخلص من نتنياهو، وهناك أعداد تريد لهذه الحرب أن تستمر. فطبعا يعني يقولون أن إسرائيل دولة ديمقراطية، وبالتالي هذه الأعداد لها تأثير. لكن نتنياهو الذي تملص طوال سنوات طويلة وتمكن من حكم إسرائيل بهذه الطريقة، لا أعتقد أنه يهتم كثيرا بالشارع. لا يمكن إسقاطه بتقديري إلا بموقف أساسي من حزب الليكود، بخروج وزراء عليه ونواب من حزب الليكود. عندها يمكن الحديث فعلا عن تغيير في إطار الحكومة. لكن حتى إذا تغير نتنياهو، هل من فارق كبير بينه وبين جانت؟ جانتس أيضا هو يؤيد هذه الحرب بشكل أو بآخر. حتى موقفه كما أسلفتم من الدولة الفلسطينية غير واضح بالكامل. هو ابن المؤسسة العسكرية، هو ابن هذه العقلية المتشددة التي تدير إسرائيل. المشكلة في إسرائيل أن المواقف تتغير نسبيا، لكنهم في العمق كلهم إسرائيليون، وكلهم يريدون إسرائيل الكبرى، ولا يعطون أي اعتبار لا لعملية سلام ولا لأي طرف فلسطيني أو لشريك فلسطيني. يعني سيد أمين، لا نعتبر أن اليمين الديني أو اليمين المتطرف في إسرائيل هو الأكثر تطرفا وخطرا على القضية الفلسطينية؟ صحيح. وللأسف حتى هذه اللحظة طبعا يعني واليسار لم يكن بحال أفضل في السابق، حتى عندما كان متحكما في الأمور لم يعطي فعلا ما يؤكد إلى نيته إقامة سلام حقيقي. المشكلة اليوم في إسرائيل أن استطلاعات الرأي تقول أن الشباب الإسرائيلي صغار السن الذين كانوا عادة يميلون إلى اليسار، يميلون إلى الوسط، يميلون إلى الأفكار الجديدة، هم الأكثر تعصبا اليوم في إسرائيل، هم الأكثر قومية وفاشية، متأثرين جدا في هذه الأحزاب الفاشية. وعلى ما يبدو أن حزب مثل حزب بن غفير لا يزال يتمتع بشعبية لا بأس بها في الوسط الإسرائيلي. وطبعا يعني المتدينين أيضا في الجهة المقابلة لا يقلون أهمية، وكل الدلائل تشير إلى أنهم بفترة من الفترات قد يتحولون إلى غالبية ديمغرافية في المجتمع الإسرائيلي الذي كان يسمى يوما ما مجتمعا علمانيا.